أهلا بيكم مرة تانية في هذا الصباح. النهاردة منتخبنا الوطني لكرة القدم على ميعاد مع مواجهة مهمة جدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. من خلال المباراة اللي هيلعبها منتخب مصر مع منتخب ليبيا الشقيق، وللحد النهاردة بيحتل صدارة المجموعة السادسة ومصر في المركز الثاني. الفوز في المباراة دي بيخلي منتخبنا الوطني في صدارة المجموعة. تفاصيل أكتر عن المباراة والاستعدادات ليها هنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي سعيد، أستاذ سعيد علي. صباح الخير على حضرتك أستاذ. صباح الخير عليك يا أستاذ نهى. صباح الخير أستاذ سعيد. صباح الخير عليك يا أستاذ. نورنا كالعادة، وأعتقد هنبدأ بأهم موضوع أغلب المصريين النهاردة هيبقوا مهتمين بيه بشكل كبير، الماتش المهم جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا. الماتش هيبقى المفروض النهارده الساعه 9 في الاسكندريه لو انا فاكر صح. صحيح مظبوط كده يا استاذ؟ صحيح. طيب، والاستعدادات اللي انت شفتها الفتره اللي فاتت، قائمه المنتخب، الاستبعاد اللاعبين اللي هي يمكن البعض كان يعني مستغرب جدا زي مجدي قفشه ومحمد شريف، شايف المواضيع دي ازاي؟ طبعا احنا قدام مباراه مهمه جدا، لان طوال وقت تصفيات كاس العالم هي اولويه كل جمهور كره القدم حول العالم. مباراة ما بين المتصدر والوصيف منتخب ليبيا، زي ما الأستاذة نهى ذكرت في البداية، متصدر المجموعة بست نقاط ثم المنتخب المصري أربع نقاط. مهم جدا 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 تحقيق الانتصار النهاردة، لا غنى عن الانتصار، وأي نتيجة غير الانتصار تعد سقوط وتعثر. فبالتالي مباراة مهمة جدا جدا في ظل معطيات كتيرة مستجدة في الفترة الأخيرة، مدير فني جديد يخوض التجربة الرسمية الأولى في ظل استبعاد نجوم الفترة الأخيرة في الكرة المصرية في النادي الأهلي وفي دوري أبطال أفريقيا، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف. اختبار صعب جدا لكيروش، اختبار صعب للمجموعة، اختبار صعب لعناصر كتير. هو أول اختبار رسمي، يعني أول اختبار صحيح. حقيقي ممكن نقول. صحيح، أول اختبار رسمي في ظروف صعبة مش سهلة. لكن النهاردة احنا بنعول على المجموعة بشكل عام، وبنعول على الصحوة أو اليقظة الكبيرة لمحمد صلاح اللي أصبح حديث العالم في الآونة الأخيرة. عندنا تفاؤل كبير جدا باسم المنتخب المصري وتاريخ المنتخب المصري، والفجوة ما بين عناصر المنتخب المصري في الفترة الحالية والشقيق الليبي. حتى لو كان المنتخب الليبي نكن له كل احترام وهو متصدر حتى هذه اللحظة، لكن عندنا فوارق تستطيع أو تخلينا نقول إن احنا متفائلين جدا جدا بتحقيق انتصار وتحقيق. أنا كنت لسه أسألك، يعني أنت متوقع إن الفريق المصري يفوز النهاردة، لأنه عنده خبرة كبيرة برضو في اللعب مع المنتخبات الأفريقية والعربية بشكل عام، ممكن يبقى عنده الفرصه ان هو يفوز النهارده على منتخب ليبيا؟ صحيح، احنا داخلين المباراه بنسبه فوز تقترب من 80%. صحيح المنتخب الليبي في اخر مباراتين حقق الفوز على المنتخب الجابوني ومنتخب انجولا، وكانت مفاجاه كبيره للجميع انه تصدر هذه المجموعه حتى الان. لكن لما نيجي نبص على الاحصائيات ونبص على الارقام نشوف ان المنتخب الليبي حقق انتصار ربما لم يكن مستحق. حتى نسبه الاهداف المتوقعه، مسجل 3 اهداف في حين كان متوقع بحسب الفرص الموجوده انه يسجل هدفين فقط. كان من المفترض بحسب النسبه ذاتها انه يستقبل 3 اهداف، يستقبل هدف واحد فقط. فبالتالي كان نقدر نقول ان المنتخب الليبي كان موفق في اول جولتين، ما قدمش المستوى اللي يخليك تخاف منه، لكن في النهايه هو تصدر. وبالتالي زي ما الاستاذه نهى ذكرت، المنتخب المصري اسمه وتاريخ كبير جدا، وايضا الحاضر مجموعه قويه جدا جدا من اللاعبين واسماء كبيره جدا. خلينا نقول ان في فجوه حقيقيه ما بين اسم المنتخب المصري وحجم لاعبيه في هذه الاونه وحجم المنتخب الليبي. لكن كره القدم دائما لا تعترف سوى بما يقدم داخل الملعب. المنتخب الليبي عنده شخصيه قادر على انه يكون ند ايضا المواجهات منتخبات شمال افريقيا وانديه شمال افريقيا بتشهد نديه كبيره جدا جدا بتتلاشى فيها وخلالها الفوارق ما بين المهارات الفرديه هنا وهنا وما بين المنظومات الجماعيه هنا وهنا ايضا. وده يخلينا نسال حضرتك استاذ سعيد، يعني الاهميه، يعني ايه درجه الاهميه بالنسبه لتصدر المنتخب للمجموعه؟ يعني سواء طلع من اللي هو الاول او طلع الثاني المركز، ايه الاهميه في ان هو اطلع الاول او اطلع الثاني، بس مهم ان انا في الاخر اوصل للدور اللي بعده؟ يهمنا طبعا ان احنا نتصدر المجموعه، لان متصدر المجموعه فقط هو من سيصعد الى الدور التالي وهيلعب مع اهم منتخبات القاره الافريقيه. متصدر فقط وليس يعني مش اول اثنين من لا كل مجموعه؟ لا، متصدر فقط في نهايه المجموعه بعد ان انت ما تقابل الثلاث منتخبات ذهاب اياب 6 مباريات. المتصدر هيلعب مباراه فاصله مع احدى المنتخبات اللي هتصعد من المجموعات الاخرى. فبالتالي انت لا غنى عن الصداره، وانت النهارده بتلعب الند والمنافس المباشر ليك وعلى ارضك، فبالتالي هتكون المواجهه خارج الارض هتكون اصعب. يعني الحسابات كده مختلفه، انا مش مجرد اطلع اول او تاني، ده انا ما فيش بديل عن الصداره عشان اتاهل اصلا. مفيش بديل عن الصداره والمباراه على ارضك النهارده، فما فيش بديل عن الفوز مؤكد. اي نتيجه غير الفوز زي ما ذكرت في البدايه هي تعثر. فبالتالي احنا بنسعى لانتصار مؤكد، وكمان انتصار
بنتيجة مريحة شوية، بحيث ان انت لو تعادلت في المباراة المقبلة واصبح في تعادل في النقاط فتكون نتيجة المباراتين او المواجهة المباشرة في صالحك، وكمان الاهداف تكون في صالحك. طيب يعني قراءتك لتشكيل المنتخب النهاردة واختلافها عن المباريات اللي فاتت، شايفها هتبقى عاملة ازاي او هتجيب نتيجة احسن في التشكيل النهاردة في المباراة النهاردة؟ خلينا اقول ان نسبة المغامرة في شكل الطريقه العدديه لمنتخب مصر النهارده مش هتكون كبيره، يعني احنا هنستقر على نفس الشكل العددي 4-2-3-1، مش هيبقى فيه تغيير كبير لان مفيش مساحه ووقت للتجريب. خلاص انت لازم تفوز، لازم تكسب، بتقابل المنافس المباشر على بطاقه التاهل، فبالتالي مفيش مساحه للتجريب في الشكل الخططي. لكن طبعا هنشوف، ربما نشوف مفاجات على مستوى التشكيل، خاصه المفاجاه حضرت من البدايه باستبعاد قفشه واستبعاد محمد شريف، وده يخلينا نقول ان احنا هيحصل تحول ما بين شكل المنتخب المصري مع كابتن حسام البدري في الفتره الاخيره وشكله الجديد مع مستر كيروش. التحول اللي ممكن يحصل النهارده ان احنا نشوف عوده عبد الله السعيد مره اخرى بعد فتره طويله جدا جدا من الغياب بشكل اساسي في مركز صناعه اللعب. النهارده ايضا من الوارد بشكل كبير جدا بنسبه قد تفوق 70-80% نشوف عمر مرموش المرة الأولى في مركز الجناح، يعني يمكن إلى اللحظات الأخيرة في مفاضلة ما بينه وما بين رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر. غير كده هو هيعتمد على أحمد فتوح في الجهة اليسرى عشان هو عنده رغبة في أنه هو يهاجم، أكرم توفيق في الجهة اليمنى، الاثنين ثابتين في قلب الدفاع دايما أحمد حجازي مع محمود الونش. النهاردة برضو من المفاجآت اللي احنا ممكن نشوفها أن طارق حامد ما يكونش موجود في التشكيل لأنه عنده رغبة أكتر في أنه يعتمد على اللعيبة اللي بتلعب كرة هجومية بشكل أكبر في نص الملعب، فبالتالي احنا أقرب إننا نشوف محمد النني مع عمرو السولية في وسط الملعب، وطبعا محمد صلاح الركيزة الأساسية مع مصطفى محمد اللي برضو كان في كلام كتير حواليه الفترة الأخيرة لأنه غاب لفترة طويلة ثم عاد أخيرا إلى التسجيل مع فريقه جلطة سراي وتألق في الفترة الأخيرة، والنهاردة هو تحت ضغط كبير جدا جدا لأنه بيلعب على حساب محمد شريف أفضل لاعب في الموسم الاخير في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المصري، لاعب سجل 27 هدف في 50 مباراه فارقام كبيره جدا، واخر مباراه ايضا سجل هدفين اخر مباراه في المباراه الوديه، عشان كده كان هو علامه استفهام كبيره ازاي مش موجود حتى ولو بديل في دكه الاحتياطي. فبالتالي مصطفى محمد النهارده امام مسؤوليه كبيره جدا جدا، ويمكن الرهان عليه ده متعلق بشكل المنتخب الليبي ومتعلق اكتر بان احنا ربما نعتمد على الكرات العرضيه والكرات الطوليه، فبالتالي في تعويل كبير جدا عليه النهارده. احنا يمكن منتخب ما بنعتمدش على اللاعب الواحد او النجم الواحد، عندنا ما شاء الله او الحمد لله محمد صلاح نجم كبير جدا ومستوى عالمي بالمعنى اللفظي للكلمه من غير اي مجاملات، ولكن في نفس الوقت عندنا لاعبين في مراكز اخرى لا يقل اهميه عن محمد صلاح. لكن هل الطفره اللي بتبقى محققها محمد صلاح من وجهه نظرك والمستوى اللي بيظهر بيه خصوصا في اخر فترات والارقام القياسيه اللي كل شويه ما شاء الله بيحطمها وبيقولوا دلوقتي بينافس نفسه، يعني صحيح. بيحطم ارقامه الشخصيه، صحيح. بتاثر بشكل ايجابي على المنتخب بصفه عامه لما بيجي يلعب مع المنتخب؟ طبعا الحاله اللي بيعيشها محمد صلاح هي حاله استثنائيه وفريده من نوعها، مش بس عندنا في مصر، لا ده في اي مكان في العالم لما يكون عندك هذا النوع من اللاعبين زي ليونيل ميسي في الارجنتين، فطبعا انت بتسعى الى في النهايه ان انت تستخرج كل قواك في خدمه هذا الرجل لانه قوه ضربه وانه فريق كامل لوحده، منظومه كامله لوحده، فبالطبع انت ربما تغير من حاجات كتير جدا جدا علشان تقدر تستفيد استفاده قصوى من هذا العنصر الاستثنائي اللي معاك في الفريق. لكن خليني اقول بمناسبه الكلام اللي انت قلته في البدايه ان احنا فعليا عندنا مجموعه عناصر وان احنا مش منتخب نجم واحد. يعني محمد الشناوي، الحجازي، اسماء كتير جدا، لكن انا بتفق معاك او عايز اقول دلاله على كلامك، احنا في مرحله كوبر فعليا كنا احنا منتخب محمد صلاح، وكنا في جمله شهيره اسمها باصي لصلاح، نحن منتخب باصي لصلاح. وكوبر لما سئل في احدى الجلسات ان احنا منتخب هويته هجوميه بنلعب كره قدم جميله احنا عايزين نستغنى عن الشكل الدفاعي، فقال هذه هي امكانيات الكره المصريه، انا ما عنديش امكانيه ان انا اقدر العب الكره اللي انتم بتفكروا فيها. لكن بخلاف او على النقيض من كوبر، كيروش قال انا محظوظ جدا والكره المصريه محظوظه بهذا الجيل، وان انا عندي 24 لعيبه انا محتار، عندي صداع من كتر ما انا بفكر مين يقدر يلعب. فبالتالي انا بشوف اختلاف كبير جدا في طريقه التفكير عند كيروش
وكوبر، بشوف ان كيروش اكثر تفاؤل بالمجموعه، شايف ان المجموعه فعليا فيها امكانيات مش بس تساعده. محمد صلاح لا انا قادر استخدم، عندي امكانيات كتير جدا. لحد اللحظه دي هو حائر ما بين رمضان صبحي وما بين عمر مرموش، شايفه ان اثنين نجوم عاليين جدا. في الجهه الاخرى ايضا زيزو موجود كبديل لمحمد صلاح، عندك مصطفى محمد وبديله كوكا اللي متالق في الفتره الاخيره في الدوري اليوناني، وخارج السكور محمد شريف. فبالتالي الراجل شايف لا انا عندي مجموعه قويه جدا جدا، فمهم تزرع روح قويه عند اللاعبين وتقول ان انت عندك امكانيات كبيره. ده ما كانش حاصل في عهد كوبر، يمكن انا كنت بلتمس له اعذار في مرحلته، لكن في النهايه الروح دي مطلوبه، مطلوب طول الوقت ان انت تقول لا انا قوي انا قادر. مهم قوي قوي رساله كيروش، بشوفها هتفرق معانا جدا النهارده، وان شاء الله تكون بدايه والظروف تساعده، لان مهم قوي عامل التوفيق يحضر في البدايه ويكون حاضر معانا ان شاء الله طول الوقت ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عن المنتخب الليبي والفريق الليبي، شايف ايه نقط ضعفه ونقط قوته؟ يعني ايه اقوى حاجه عنده؟ ايه اللي هو ممكن يدفع بيه في الاول والنقط الضعف اللي عنده؟ طبعا المنتخب الليبي اكتر حاجه ممكن تميزه انه بيدافع بمنظومه جماعية وكثافة عددية كبيرة جدا في الثلث الأخير، وعنده التنوع في أساليب الضغط، بمعنى أنه لو شافك متراجع أو بتحضر بعدد كبير من منطقة متأخرة بتلاقيه قادر يقابلك من قبل نص الملعب ويتبع أسلوب ضغط فوق المتوسط. لو أنت تقدمت بعدد كبير في المناطق الأمامية بيقدر يدافع بمنظومة دفاع التسعة لاعبين، دي بتخلق كثافة كبيرة جدا جدا في الثلث الأخير وبتصعب مهمتك في الاختراق وخلق الفرص. فبالتالي هو بيدافع بشكل جيد جدا، بيستخدم حتى الثلاثي الهجومي مؤيد اللافي وحمد الهوني والمهاجم الصريح في العملية الدفاعية. فبالتالي هو قادر طوال الوقت لما تيجي تبص على أرقامهم تلاقي أرقام الثلاثي الهجومي دفاعيا أعلى من مردودهم الهجومي. يمكن الثلاث مهاجمين عندهم محاملة واحدة بس على المرمى في آخر مباراتين، وفي نفس الوقت معدل استخلاص كل منهم للكرات 18 مرة، فده بيقول لك انهم بيدافعوا بشكل قوي جدا، المنظومة جميعا بتدافع بشكل قوي، دي نقطة قوة. لو اتكلمت عن نقاط الضعف، انا بشوف ان نقاط الضعف موجودة في الجهة اليمنى عند عبد الله شريف، الظهير ايمن ضعيف جدا، قادر رمضان صبحي او مرموش اللي هيلعب عليه ان هو يخترق، قادر كمان ان انت تستغل فكرة المساحات او المسافات اللي بتتاح ما بين الخطوط، رغم ان هو بيدافع بعدد كبير، لكن طوال الوقت هتلاقي النهارده مسافة كبيرة ما بين خط الوسط وخط الدفاع، ده هيكون دور مهم جدا جدا لمحمد صلاح انه يلعب في بين الخطوط، وكمان عبد الله السعيد مهم جدا دوره. حاجة مهمة جدا احنا محتاجينها النهارده عشان نقدر نتفوق او نستغل نقاط الضعف عند المنتخب الليبي، انك تكون سريع في عملية التحطيط، زي ما قلت هو متنوع في اللعب، متنوع في عملية اسلوبه، متنوع في الضغط، قادر يطلع يقابلك من قدام، لكن رغم ده بيبقى فيه مسافات ما بين الخطوط. فانت لو عندك سرعه في عمليه التحضير وتطوير الاداء الهجومي وما استنيتش ان هو يعود لمنظومه التسع اللاعبين تحت الكوره للخلف، فبالتالي هتكون قادر ان انت تخلق فرص بشكل سريع جدا ان شاء الله. طيب استاذ سعيد، تعال نشوف مع الساده المشاهدين هذا التقرير عن المنتخب ونرجع تاني نكمل كلام عن المنتخب المصري. تمام. يضع المنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني نصب أعينه مباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في 18 من أكتوبر الجاري، حيث تحدد المباراتان بشكل كبير المتأهلة للدور المقبل. ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الليبي المتصدر برصيد 6 نقاط، حيث حقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على نظيره الأنغولي بهدف نظيف، وتعادل في ليبرفيل مع منتخب الجابون بهدف لكل منهما، بينما حقق منتخب ليبيا الفوز على الجابون في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وتفوق على منتخب أنغولا في لوانا بالجولة الثانية بهدف نظيف. ويسعى كيروش لتحقيق انطلاقة موفقة ومثالية مع منتخب مصر والعمل على تغيير وتحسين الأداء الفني للفريق، على الرغم من توليه المهمة قبل مباراتي ليبيا بمدة قصيرة. وفضل كيروش خوض مباراة ودية أمام ليبيريا الأسبوع الماضي انتهت بفوز مصر بهدفين نظيفين للوقوف على مستوى اللاعبين المحليين، وأيضاً للاستقرار على قائمته النهائية للمباراتين
كما يسعى البرتغالي إلى استغلال التألق الكبير للاعبين المحترفين لعبور مواجهتي ليبيا، وعلى رأسه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر هداف الدوري برصيد 6 أهداف مع تقديمه لأداء مبهر كعادته مع فريقه الإنجليزي، بالإضافة إلى عودة مصطفى محمد للتهديف مع فريقه جالاتا سراي. خليني يا أستاذ سعيد أسألك، ليه كيروش فضل أنه يستبعد مصطفى محمد أو يجيب مصطفى محمد عن سعيد محمد شريف؟ أنا شريف أنا أسمي بلخبط فيهم. صحيح. يمكن ده كان أكتر تساؤل حواليه جدل في الفترة الأخيرة، إيه اللي دفع كوبر للتخلي عن محمد شريف؟ يمكن كيروش. كيروش لخبطنا في الأسامي كلها. فالفكره بتدور حوالين انه النهارده امام المنتخب الليبي، امام الكثافه العدديه، انت محتاج تلعب كرات عرضيه كتير جدا، ومصطفى محمد بيتميز بهذا الاسلوب في الكرات العرضيه. ويمكن ده يمكن انا قلت معاكم ده قبل مباراه الجابون الاخيره، وفعليا مصطفى محمد يمكن انا قلت هينزل في التلت الاخير وفعلا قدر يغير المباراه في التلت الاخير. ايضا في نقطه مهمه جدا جدا كيروش بيفكر فيها، وهي ان مصطفى محمد اسلوبه انسب لمحمد صلاح. محمد صلاح هو اللاعب اللي انت بتسخر المنظومه علشان تجعله الاقرب الى المرمى. محمد شريف لاعب هو الاقرب الى المرمى، يعني دائما بيبحث عن اقرب واقصر طريق الى الجون، تلاقيه قريب من الجون بيتحرك في المساحه. فهنا هو لا، عايز لاعب بيخدم اكتر في التلت نص الملعب او في التلت الاخير على تفريغ المساحات لمحمد صلاح، عشان انا اقدر اصل لمحمد صلاح لانه افضل فينش، وانا عايز المنظومه كلها تخدم عليه علشان اقدر اوصل للمنطقه دي. فبالتالي الدور ده يقدر يقوم بيه مصطفى محمد اكتر. بشوف انا ان محمد شريف لاعب ما يلعبش كتير بره، يعني في نص الملعب لاعب طول الوقت جهده وادواره في التلت الاخير وبالقرب من المرمى، وبالتالي هيكون قريب من الجون طوال الوقت. يمكن ده مش هيساعد صلاح شويه. فانا شايف ان مصطفى محمد النهارده متواجد لحاجتين، الكرات العرضيه ولمساعده محمد صلاح في ان يكون اقرب لاعب الى المرمى. تمام. طيب عشان الوقت برضو ما يسرقناش استاذ سعيد، عايزين ندي الناس حقها في الالعاب المختلفه، خصوصا الالعاب الفرديه، ان مصطفى عسل اللاعب المصري ونوران جوهر الاثنين لعيبه سكواش طبعا عالميين، قدروا ان هم يحصدوا بطوله امريكا المفتوحه للسكواش. من وجهه نظرك، يعني اول حاجه بنوجه لهم تحيه كبيره جدا ولكل مصري وكل حد بيرفع علم مصر عليا في المحافل الرياضيه المختلفه. كمان عايزين نعرف من حضرتك لعبه السكواش تحديدا، يعني هي مش اللعبه الشعبيه الاولى في مصر ولا الثانيه، ويمكن لما تفكر فيها بنحتار ايه سبب تفوق المصري وصدارتنا في الترتيبات العالميه في لعبه السكواش سواء في مصر او خارج مصر. يمكن حقيقه لعبه السكواش هي لغز كبير جدا جدا. فترة من الفترات كان أحمد برادة هو النجم الوحيد وبطل العالم، وتحول في فترة من الفترات في المجتمع المصري لقدوة لكل الشباب بسبب تفوقه واستمراريته طوال الوقت في المركز الأول في العالم. ثم بعد كده تحول أحمد برادة فعلا لنموذج يتكرر بشكل كبير، وأصبح الأبطال المصريين طوال الوقت بيسيطروا على اللعبة، انتشرت بشكل أكبر وبشكل أوسع. طبعا مستحيل تصل لمرحله كره القدم ومستحيل تصل لمرحله كره اليد، لكن في النهايه لعبه قادره طوال الوقت انها تفرض سيطرتها. انا شفت في المجتمع في الفتره الاخيره. معلش يا استاذ، يعني خليني ارجع قبل ما وقتنا يخلص، بما ان احنا النهارده يعني في المباراه الحاسمه، توقعاتك ايه بقى الاخيره الماتش النهارده؟ يعني انت شايف ايه اللي ممكن يحصل؟ انا شايف ان شاء الله ان احنا النهارده قادرين نحسم المباراه ونحقق 3 نقاط. ربما نجد بعض الصعوبات في البدايات بسبب ان المنتخب الليبي بيدافع بشكل قوي جدا وبيدافع بعدد كبير في الثلث الاخير، لكن في النهايه احنا قادرين نخترق، قادرين نصنع فرص، وكمان قادرين من خلال لقطات فرديه ومجهودات فرديه لمحمد صلاح انه يصنع فارق، قادرين من خلال مصطفى محمد ايضا بجهد فردي انه يصنع فارق، قادرين من خلال الكرات العرضيه والكرات الثابته ان احنا نصنع فارق. شايف ان احنا النهارده قادرين نفوز، ولو كان في توفيق وقدرنا نسجل بشكل مبكر نقدر نكسب برقم كمان مريح، وان شاء الله نقرر المكسب في مباراه الاياب وتكون الصداره من ان شاء الله باذن الله. طيب المركز اللي فيه تنافس، يمكن لحد دلوقتي ما فيش اعلان للقائمه او مش متاكدين مين اللي هيلعب، من وجهه نظرك تتوقع مين، مصطفى محمد ولا احمد حسن كوكا؟ لا، مصطفى محمد. مصطفى محمد محسوم تماما، الخلاف الوحيد للجاهزيه. مصطفى محمد للجاهزيه، ولانه بيخدم افكار كيروش وبيخدم طريقه لعب صلاح. الخلاف الوحيد ما بين رمضان صبحي وعمر مرموش في الجناح الايسر مين هيكون موجود. انا شخصيا اميل لرمضان صبحي
في وقت كيروش معجب بمرموش وشايفه ان هو قادر يقوم بالادوار اللي هو محتاجها، لكن مرموش ما عندوش عنصر الخبره، وانا يعني ممكن اكون قلقان عليه شويه ان تكون اول مباراه لي في ظرف مهم وفي وقت ما فيش مساحه للتجريب. فانا شايف ان رمضان صبحي اجهز انه يقوم بالدور ده، وشايف ان الظهير الايمن المنتخب الليبي نقطه ضعف رمضان قادر بمراوغاته وبذكائه انه يخترق وانه يقدم الحلول وانه يكون واحد من اهم الاوراق والادوات النهارده اللي تصنع الفرق ان شاء الله. طب لو هنتكلم على الشناوي النهارده، هو مصاب لسه تقريبا وبس هيلعب؟ لا، الشناوي يعني كان في كلام على اصابته، لكن الحقيقه هو مش مصاب، هو جاهز تماما للمباراه. ويعني يمكن كان في خلاف بسيط في وجهات النظر داخل الجهاز الفني حوالين مين يلعب، الشناوي ولا حد تاني، لكن في النهايه تم الاستقرار على ان يكون الشناوي. طبعا الشناوي اسم كبير جدا وعامل ثقه وامان مش بس فنيا، لكنه بادواره القياديه داخل الملعب وشخصيته في توجيه المجموعه بشكل عام مهمه جدا جدا. يمكن كيروش لسه بيستكشف، لسه في حاجات ما شافهاش، لسه كان تقييمه لحظي في مباراه او اتنين، ما عندوش المساحه ان يحكم بشكل اوسع. لكن في النهايه لا خلاف على امكانيات محمد شناوي وعلى دوره الرئيسي ودوره المهم جدا جدا في قياده المجموعه. حقيقه يعني بنشوفه في الفيديوهات حتى في التدريب او اللقطات من المباريات المختلفه وهو بيتكلم مع الدفاع وبيوجههم. صحيح. وبيتكلم مع اللاعبين في المراكز المختلفه، بيفكرنا بكابتن عصام الحضري السد المنيع. هو تكمله للاسطوره بتاعته بالزبط. فعلا يعني صحيح. طبعا استمراريه محمد شناوي كان نقطه تحول داخل غرفة اللاعبين في النادي الأهلي من عملية شقاق حاصل في فترة من الفترات إلى عملية تلاحم ووئام. في الأوقات الصعبة كان طوال الوقت هو اللي بيلم المجموعة، في وقت السقوط والعصرات كان محمد الشناوي ليه دور مهم جدا جدا، مجلس الإدارة واخد باله منه قوي، وعلشان كده كان في تقدير خاص ليه في تقييمه وإنه استثناء من بعض الأمور، لأنه لعب دور أكثر مجرد لاعب داخل الملعب خارج الملعب طوال الوقت. محمد الشناوي فعليا زي ما حضرتك قلت استكمال لأسطورة عصام الحضري، وكمان يمكن أنا بشوفه بيعدل بعض الحاجات اللي ما كانتش موجودة عند السابقين طوال الوقت. الجديد بيتعلم من الماضي وبيتعلم من أخطائه وقادر أنه يستوعب ويكمل. طب أستاذ سعيد، حضرتك تتوقع محمد صلاح هيبتدي من بداية المباراة ولا هيتم الدفع بيه بعد شوية من المباراة؟ لا، محمد صلاح طبعا بكل تأكيد هيبتدي من بداية المباراة. محمد صلاح طول ما انت في وضعيه صعبه وبتسعى الى الفوز، فبالتالي محمد صلاح هيديك 90 دقيقه كامله، هيكون موجود معاك طوال الوقت. ويمكن انا بقول وبقرر طوال الوقت محمد صلاح اكثرنا حرصا على الفوز وعلى الصداره وعلى التواجد في كاس العالم، لان ده بيساعده في المنافسه على الارقام الفرديه وبيساعده في المنافسه على الجوائز الفرديه سواء داخل افريقيا او حتى بعد مطموحه تعالى وطموحنا كلنا وراه تعالى في المنافسه على الكره الذهبيه. فبالتالي محمد صلاح النهارده هيكون موجود، ومش بس موجود، لا موجود وبيبذل 100% من طاقته، لانه احيانا في اوقات ما بيلعب 50% بس 60% بس، لان المباريات ما تكونش متطلبه اكتر من ده، ولانك مطلوب توزع جهدك علشان مواجهات تانية مهمه بالزبط. مع ليفربول. لكن النهارده محمد صلاح هيكون حاضر ب 100% من طاقته ب 100% في مجهوده، لان احنا محتاجين ده وهو محتاج ده، واتوقع تعليقه وتسجيله النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب وخط الدفاع برضو استاذ سعيد، يعني حضرتك قلت ان هو في مراكز شبه محسومه في خط الدفاع، بتتوقع حجازي، بتتوقع ايضا محمود الونش والحجازي الونش. في قلب الدفاع طبعا قلب الدفاع. لا خلاف عليه. والظهير الايسر والظهير الايمن، خصوصا الظهير الايمن. الظهير الايمن كان فيه يعني خلاف بسيط جدا ما بين اكرم توفيق ولا احمد فتحي، لكن حسم بنسبه تقرب من 100% لاكرم توفيق على ان يكون احمد فتحي حاضر في مباراه الاياب اللي انت هتحتاج فيها للاعب اكثر خبره ولاعب عنده ادوار دفاعيه اعلى. فبالتالي كيروش شايف او مأجل فكره الدفع باحمد فتحي لمباراه الاياب. في الجهه اليسرى المفاضله كانت ما بين ايمن اشرف ولا احمد فتوح. ايمن اشرف هيكون ايضا بادوار الدفاعيه حاضر في مباراه الاياب اللي انت هتحتاج فيها الادوار الدفاعيه اكتر. فبالتالي النهارده هو شايف ان احمد فتوح هجوميا اعلى واكثر قدره على الاختراق والتقدم، فبالتالي هو اقرب انه يبدا اساسي النهارده في مباراه النهارده. تمام، يعني كل تمنياتنا طبعا لمنتخبنا المصري بكل التوفيق. ويعني لهم الفوز النهارده طبعا يعني يا رب ان شاء الله يبقى وشنا حلو عليهم. شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الرياضي استاذ سعيد علي، شكرا نورتنا وشرفتنا النهارده، وشكرا ليك يا باسم لحلقة النهاردة. أتمنى أن هي تكون نالت إعجاب المشاهدين وقدمنا ليكوا كل الفقرات اللي أنتوا بتتمنوها وتكون فادتكم إن شاء الله. نشوفكوا تاني. شكرا ليك يا نهى، وطبعا شكر موصول لكل السادة المشاهدين، ويا رب إن شاء الله يوم أجازة سعيد، يوم جمعة مبارك على حضراتكم جميعا. شكرا جزيلا.